واحنا بطلنا نقول كلام حلو ليه؟ مين قال ان احنا مش في حاجة دايما ان يتقال لنا كلام حلو؟ لا انا كمان ببقى عايزة اسمع كلام حلو، وكمان عايزة يجيلي طاقة ايجابية منك. لو حاجة بسيطة تقدر تعملها ليه مش بتقدمها في الاول؟ الكلام الحلو بيشحن اليوم وبيجدد الطاقة بتاعت يومنا. ما تبطلش تقول كلام حلو، ما تبطلش تكون ايجابي لغيرك. الكلام الحلو بيفرق في نفسية اللي قدامك، وكمان الكلمة الطيبة صدقة. تخيل لما تشوف حد وتقوله كلمة كويسة، انت ممكن تكون شايف الحاجة دي مش مهمة، لكن لا هي مهمة، بتفرق في نفسية اللي قدامك. ممكن مثلا كومنت حلو تكتبه لحد تلاقيه فرحان طول اليوم. ممكن تقول مثلا لأي حد الله ايه الطقم اللي انتي لابساه ده حلو النهاردة كده. الكلام ده بيفرق، والكلام الحلو بيغير من نفسية اي حد. هتقولي لا دي كلمة عادية، هقولك لا الكلام بيفرق. ولو ما كانش الكلمة الحلوة ليها تأثير إيجابي، ما كانش برضك لما بتقول لحد أي كلمة وحشة يكون بيتضايق، أو المعاملة الوحشة ما كانش الشخص اللي قدامك هيتضايق منها. فعشان كده أرجع وأقولكم الكلمة الحلوة بتفرق، وإنت مش هتخسر حاجة لما تقول كلمة حلوة لأي حد قدامك. هتجدد طاقة اللي قدامك، وهتخلي كمان الناس لما انت تبقى بتتكلم بطريقة كويسة مع الناس، هما كمان هيقولولك كلام كويس وكلام حلو، وهتقدر انت كمان تشحن الطاقة بتاعتك. فدايما الكلام الحلو بيفرق جدا 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 مع اي حد، والتشجيع برضك بيفرق مع اي حد. يعني انت لو شجعت اي حد على اي مشروع مثلا هو بيعمله، او على اي حاجة هو بالنسبة له حاجة كبيرة لو نجح فيها، لما تشجعه وتقوله فيها كلام حلو اكيد هو هيتحفز اكتر، واكيد هو هيقدر ينجح فيها اكتر بسبب كلامك الحلو. وبرضك هيفتقلك بعد كده لما يوصل لحلمه الكلام الحلو اللي انت كنت بتقوله، وان تشجيعك ده هو اللي هيكون فرق معاه. لما الشخص بينجح بيفتكر مين اللي كان واقف جنبه، ومين كان بيقوله كلام كويس، ومين وصله للمرحلة اللي هو فيها دي. علشان في نفس الوقت اللي انت هتقول فيه كلام كويس وكلام مدح، في ناس تانية بيكونوا بيقولوله كلام سلبي، فهو اكيد بيتأثر نفسيته للسلب. فانت لما تقول كلام ايجابي اكيد هتفرق في النفسية بتاعته، واكيد هيقدر ينجز في حاجات كتير وهينجح. وافتكر دايما ان الكلمة الطيبة صدقة.